الفرنسي وكانت الجامعه الفرنسيه هي اللي كانت دايره التسيير ديالها، هي كانت التسيير. ومشينا حتى للجامعه الفرنسيه في ليزارشيف، اليوم في الجامعه الملكيه ما عندناش لارشيف. خديتو وثيقه من الجامعه الفرنسيه؟ مشينا للجامعه الفرنسيه، عطاونا واحد الرقم، واحد الرقم اللي مشينا كنطلبوا عليه باش نجيبوه، والحمد لله لقينا هذاك الرقم. وكان بالمناسبه كنشكر الاولاد ديال بن عبارجي اللي هما عاونونا وساعدونا. لا بدات مبدا الوداد.